الذكاء لا يعني التفوق الدراسي والنجاح في الحياة العملية واكتساب سمات يفتقدها الآخرون، ولكنه حسب دراسات علمية ينطبق على مواصفات لن تخطر على بالك: تحقيق علامات دراسية جيدة والالتحاق بأفضل الجامعات لا يجعل منك تلقائيا شخصا ذكيا، وكذلك الحصول على وظيفة جيدة ومتميزة لا يعني بالضرورة أيضا أنك إنسان عبقري، لكن الدراسة حسب دراسة نشرها موقع بيزنس إنسايدر تحدده سمات مثيرة للدهشة وصفات لا تنتبه لها في مجتمعنا. موقع ميركور الألماني نشر مواصفات خمس تختلف تماما عما اعتدنا سماعه عن الأشخاص الذين يتميزون بالذكاء وبالعبقرية. أولا، أظهرت دراسة إسبانية أن أولئك الذين يحبون البقاء مستيقظين كثيرا ويذهبون متأخرين إلى النوم يحصلون على علامات أفضل في اختبارات الذكاء. يذكر أن أحد الباحثين اعتمدوا في تجربتهم على دراسة حالة 1000 مراهق شاركوا في هذا البحث العلمي. ثانيا، توصل باحثون نرويجيون إلى أن الطفل الأكبر سنا بين إخوانه يكون معدل ذكائه أعلى، شارك في هذا البحث 250,000 شاب. ثالثا، الأشخاص الذين يتحدثون مع أنفسهم ليسوا مجانين، فقد أظهرت دراسة من جامعة بانغور البريطانية أن هؤلاء الأشخاص يتميزون بعبقرية تفوق المتوسط. رابعا، الموسيقيون أيضا يتمتعون بمعدل ذكاء يفوق المتوسط، حيث يمكنهم تعلم اللغات بسرعة ولهم ذاكرة أفضل من الأشخاص الذين لا يعزفون على أي آلة موسيقية حسب ما ذكره الموقع العلمي باسيش سانترا. خامسا، أمر مناف لجميع التخمينات يبدو غريبا فعلا، أن الكسول هو في واقع الأمر إنسان ذكي، وهذا ما أثبتته علماء من جامعة جولف كوست بفلوريدا في الولايات المتحدة الأمريكية. شكرا على حسن المتابعة. المشاهد تي في. قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابوناو في لاشين يوتيوب وبارطاجيو الفيديو مع اصحابكم في مواقع التواصل الاجتماعي، وما تنسوش ديروا جيم.